يلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن محمود فتح الله. نروح معاه نلعب معاه العشر الاسئله اللايت بقى الخفيفه اللي نلعب معاه ونديله درجات عليهم، بس لو قال لنا الاجابات صريحه وواضحه وهو بيقول اجابات سهله وواضحه، وزي ما انتم شايفين كده كل حاجه بيجاوب عليها بثبات مش طبيعي. طيب لما كنت بتفرج على الاكونت بتاعك على انستجرام بنقلب في الصور كده فلقيتك بتلعب خماسي وشكلك لعيب خماسي، يعني شويه مين الفرقه اللي بتلعب معاها خماسي؟ لا انا يمكن اكتر وقت لعبت فيه خماسي كان وقت الكورونا، يعني كنا كل يومين بنلعب خماسي، يعني شيكابالا، عمر جابر، هاني سعيد، مين تاني يعني، يمكن دول اكتر. منصف كان ليه يلعب معانا، احمد حسن، ابراهيم فايق جالنا شويه. الفريق اللي كانت بتكسبكم بقى ابراهيم فايق كان معاكم ولا ضدكم؟ ابراهيم دايما كان معايا، كان معاك. كنا بنكسب، كنا بنكسب احمد حسن على طول. احمد حسن؟ لا ما تهزرش. العميد كان بيجيب فرقه واحنا فرقه، وكان معانا ايه؟ عشان كان في مجموعتين لعب. المجموعه دي بتاعت كابتن احمد حسن كنت انا وابراهيم فايق ووليد سليمان وحسام عاشور. مين تاني مش فاكر مين تاني. بس تحدي بس احمد حسن شله ثانيه كان احمد حسن يعني يخسر دي حاجه تزعل قوي. يعني هو بيزعل يعني بيتضايق قوي على طول. كسبنا يعني طول فتره الكورونا كنا بنكسبه. يا خبر ابيض ما كسبناش خالص. في شله ثانيه بقى دي كنا على طول. شيكابالا وعمر جابر، هاني سعيد، احمد غانم، منصف. دي شله ثانيه يعني. لو قلت لك في 30 ثانيه قول لي اقرب 10 لاعبين لقلبك. لا انا لو قلت لك القريبين لقلبي يعني هاخد 10 دقائق. فعمر ما اقول حد، لا يعني عمر ما اقول حد وانسى حد، لان في وانت على الهوا ممكن ناس تقع منك وناس تبقى اقرب ناس لقلبك، فصعب تقول. ماشي فخلينا السؤال التاني. طيب زود سؤال من دماغك بعد كده منك. ما انا اعتبرت يعني ما جاوبتش على ده. لا ما خلاص. يعني انت عايز تستبعد السؤال اصلا؟ عايز تسال 10 تانيين غير السؤال ده؟ ماشي يعني انت عادي مش فارق معايا جواب، بس ما تستنيش في ايش حياتك. ما تستنيش في اللي بحبهم. طيب. انا بحب جميع كل اللي لعبت معاهم سواء في المنتخب او في الانديه، لان انا بعد الزمالك لعبت في انديه كتير، يعني اربع خمس انديه، وسافرت لبنان. فانا القريبين مني وبداياتي برضو، فانا القريبين مني كتير واللي بحبهم كتير جدا جدا. هم كلهم بيحبوك يعني. انت من الناس اللي سيرتك طيبه طول الوقت يا كابتن محمود. طيب مين اكتر لاعب رقصك؟ سهل. لا رقصني لا يعني مش يعني مش عارف، بس ما حدش يعني مش عايز اقول لك ما حدش رقصني، بس مش هفتكر يعني. طب مين واللي رقصني مره ما كنتش بدخل عليه تاني يعني. لو ابعد ابعد والف ان حد تاني مش هتجيلي. طب مين اللي عملها فيك وانت ما رحتلوش تاني؟ لا ترقيص ترقيص عادي يعني، ما هو ده فان دايك بيترقص يعني. لا طبعا طبعا يعني لا ما اكيد اترقصت كتير اكيد، بس مش فاكر. بس مين فان دايك يعني هو بيترقص مره كل 1000 مره عشان ليه بيترقص؟ اكيد حد هيفرق دلوقتي يقول فان دايك اللي بيترقص. مش عارف بس يعني النهارده جريزمان خد واحده برضه فان دايك يعني اكيد. حتى لو ترقصت من حد مش هفتكره. عارف انت اللحظات الوحشه في حياتك اللي بتحب تنسحها. فهي اتمسحت. طب مين لعيب ما عرفش يرقصك؟ يعني انت هو كان نازل هو في دماغه انه يرقصك وانت قلت له انت مش هتعدي مني. سهله دي برضه يعني. في ماتش من الماتشات كان ابو تريكه في افضل ايامه مثلا. ابو تريكه دايما لعيب ذكي ولعيب مهاري وطبعا لعيب كبير طبعا. في ماتش من الماتشات وقتها بقى كان لسه المدربين بيلعبوا مان تو مان وكده، يعني لما يلاقوا مثلا لعيب مميز في الفرقه الثانيه بيلعبوا عليه مان تو مان. فانا كنت بلعب مساك وكان ابو تريكه في المكان بتاعي، فالمدرب قال لي هتمسكه مش فاكر مين، دي كاستيل ولا مين. قال لي هتلعب عليه مان تو مان يعني، فعملت عليه ماتش كويس يعني. بس ابو تريكه يعني حاجه قيمه كبيره، وكان في الماتشات دي دايما بيبقى مميز عشان نوعيه اللعيبه الثقيله زي ابو تريكه في الزمالك، شيكابالا، كابتن حازم امام، بركات، اللعيبه الكبيره بتبقى في الماتشات اللي زي دي بتبقى دايما موجوده. بركات ما كنتش بتخش عليه؟ لا ما كانش في حتتي قوي يعني، ما كانش بيلعب حتتي قوي، ما بتروحش تميل عليه. بس كان مثلا في المنطقه بتاعتي كان ابو تريكه شويه، متعب، فلافيو، الناس دي. بس ما كنتش تعدي عليه. بس كلهم لعيبه كبار طبعا. مين بقى المهاجم اللي في الكرات العرضيه كنت بتعمل له حساب قوي؟ فلافيو يعني في الكور العرضيه مش طبيعي. مش طبيعي، من احسن الناس في الدوري المصري
في الوقت بتاعنا كان في الكور العرضيه لا مش طبيعي، توقيته وجامب والتوجيه وكل حاجه بيعملها نموذج. مين تشكيله من لاعبين عالميين تاريخيين تمام تحب تكونها تشكيله عالميه تبقى موجود فيها خياليا يعني، بس من اللعيبه عشان عايز اعرف اللعيبه اللي انت تحبها من زمان. انا ممكن احط لك مدافع واحد بس يعني هو يعني بالنسبه لي انا مش محتاج الا هو في خط الظهر عشان عندي في الحته اللي قدام دي ناس كتير جدا. تمام يعني مالديني مثلا هكتفي بمالديني. سلام. مثلا سلام. ونوير بحترمه جدا. يعني انت هتدافع انت ومالديني ونوير وخلاص وسيب باقي انت عايز احط انا حاطط نفسي. ما احنا بنقول تخيل يعني هو كده التشكيله اللي انت هتكونها دي اصلا عالميا مش هتتكون. انا ما اقدرش العب مع مالديني بس ماشي. معلش يعني احط نوير يعني نلعب بقى في بلاي ستيشن. نوير مثلا مالديني مثلا محمود فتح الله على يمينه بوسكيتس وألونسو شابي ألونسو. وحط بقى الشله اللي قدام زيدان. ايوه انت حاسب معايا؟ انا معاك عشان مش عامل تشكيل خالص. انا هلعب باكين خالص. ما انا خدت بالي مفيش رايت باك ولا ليفت باك. دخلت تهاجم على طول. يبقى احنا حطينا كده مين؟ زيدان الاول حطيت اثنين في النص بوسكيتس وتشابي ألونسو. ومالديني وفتح الله. ماشي. وبيرلو رونالدينو. ماشي. رونالدينيو وميسي. وميسي وكريستيانو. خلاص كفايه ده لسه واحد. لسه واحد كمان. ماشي. ورونالدو كبير. ما حطيتش ميسي انت. ده ميسي. قلت ميسي. حطيت ميسي. ميسي وزيدان ورونالدينيو ورونالدو وكريستيانو. حلوه التشكيله دي. لا الناس دي اللي تمتعك يعني حتى لو هتخسر في الاخر. لا لا هتخسر ازاي؟ ايوه يعني بس الناس دي اللي تمتعك يعني. انت بتشجع ريال مدريد؟ لا برشلونه. برشلونه؟ كنت برشلونه. رونالدو مع كريستيانو فقلت انت بتشجع. لا 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 كنت برشلونه بس خلاص. طيب تشكيله محليه ما لعبتش معاها وكنت تحب تلعب معاها او بلاش تشكيله يعني عدد من اللاعبين كنت تحب تلعب معاهم ما جاتش الفرصه انك تبقى موجود معاهم سواء مع يعني الفريق او المنتخب. لو اسماء يعني كنت تقول ان المدافع ده كويس قوي لو لعب جنب حلو اختار شويه في الاسماء يعني ابراهيم يوسف مثلا. يعني هو ده اللي انا كنت عايز منك. مش شرط يعني من ابراهيم يوسف يعني. الله يرحمه. انا بعتبره يعني في مدافعين كتير في تاريخ مصر مدافعين عظام طبعا لكن ابراهيم يوسف دايما بالنسبه لي هو احسن مدافع في تاريخ مصر. كابتن ابراهيم يوسف. كابتن ابراهيم يوسف طبعا. مين تاني؟ هقول لك اسماء يعني بص هو الجيل بتاع 98 انا طبعا الجيل بتاعنا طبعا دايما انا عنصري شويه بحبهم جدا. لا هو جيل ذهبي فعلا فعلا بالبطولات كلهم اجيال ذهبيه يعني كلهم. والله بص لا لا احنا بنتكلم على حجم البطولات طبعا اكيد بس أي كلهم لعيبه عظيمه اي طبعاً. جيل لبس تيشيرت مصر واجتهد وموت نفسه ده جيل عظيم خلاف. بالنسبه لي يعني مفيش خلاف. لكن جيل 98 يمكن عشان ده اول جيل انا شفته كنت لسه صغير كنت ناشئ والجيل ده اول جيل شفته ورحت قعدت واتفرجت عليهم وماتش النهائي ده كنت كان عندي تمرين وجيت متاخر شفت الشوط الثاني في النهائي بس ما شفتش الشوط الاول فالجيل ده كان عامل حاله يمكن عشان الجيل اللي قبليه ما شفتوش قوي. فالجيل ده بالنسبه لي كنت يعني انا حاببهم يعني عملوا حاجه كويسه زائد بقى كابتن حسن شحاته مثلا كان نفسي مثلا يعني كان ده برضو بالنسبه لي في ناس كتير عظيمه ولاعيبه كبيره في مصر يعني مصر دايما بتجيب لعيبه في كل الاجيال محترمه بس بالنسبه لي حسن شحاته ده انا حاسس ان هو ما شفتوش كتير شفت حاجات بسيطه بس حاسس ان هو كان احسن لعيب في تاريخ مصر كابتن حسن شحاته انا اعتقد كده يعني. بالمناسبه انا بدات الحلقه النهارده بمحمد صلاح ونختمها بمحمد صلاح رايك في اللي بيقدمه والاداء المدهش اللي بيقدمه يوميا السنه دي محمد صلاح تحسه يعني ايه فتح الباكج بتاع الاهداف الحلوه طبعا على طول متالق يعني محمد منور كده يعني بص يعني لو اتكلمنا عن محمد يعني هنتكلم كتير يعني وكلنا يعني مصر كلها ال 110 مليون فخورين بيه وبتشرفوا بيه. محمد كان معانا وهو صغير لسه جالنا المنتخب في بداياته حتى في بازل اعتقد فلا من يعني من التوقيت ده محمد شخصيه هايله هايله يعني اللي يتعامل معايا عن قرب شخصيه محترمه جدا فشخصيه لو اي حاجه اي خير حصل له اي تألق اي حاجه كويسه حصلت له صح. مش هتتفاجئ لان هو بني ادم يستاهل شخص نظيف والشخص النظيف كمان لما يبقى مجتهد صح. وعنده هدف
والناس كلها بتدعي له لازم هيوصل يعني. صح. فمحمد ما شاء الله بدأ الموسم بداية متوهج قوية جدا متوهج. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اقرب فرصة يبقى احسن لاعب في العالم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.